بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقع من حدث في الحسيمة ويكفي فيها الاستشهاد بها المواطن المغربي محسن فكري عندما كان يدافع عن رزقه وعن قوت حياته اليومي كألمنا كلنا، لدرجة أنه اعتبرنا من المستحيل ما نشاركوش فالتعبير عن السخط اللي كنا كنشعروا به والحقره اللي وصلتنا بعد الاجهزه وبعد المسؤولين في المغرب. في خضم هذه الاجواء ما نشر البارح امرا خطيرا جدا، ذلك ان واحد الموقع الكتروني يحسب على اقارب صاحب الجلاله وعلى اصدقائه قال لنا بان صاحب الجلاله سيلتجئ للشعب المغربي في خطابه حول المسيره الخضراء من عاصمه اجنبيه وهي عاصمه السنغال دكار، حيث يوجد في عطله خاصه. هذه يوجد في عطلة خاصة، واش بغاو بها الفتنة؟ واش بغاو بها يستفزوا الشعب المغربي؟ أو دخل في شي مخطط أو شي أجندة دولية؟ يقولوها لنا، لأن حنا من الأول هذه سنين هذه عقد وحنا كنشكو في الموحد ديال صاحب الجلالة بأن باغي يخلق الفتنة، باغي يجيب أعداء ديال المغرب، بغا يجيب أنصار والمعاملين مع المخابرات الاجنبيه يسيروا المغرب. ما معنى تقول للشعب المغربي في المسيره الخضراء ان صاحب الجلاله في عطله خاصه وسيتوجه للشعب المغربي؟ صاحب الجلاله اولا ثبت من خلال ما نشر رسميا من براغ عن القصور الملكيه انه ماشي في عطله خاصه. صاحب الجلالة وهو سيتكلم عن المسيرة الخضراء اختار، وشوفوا وفكروا في البعد السياسي انه من عمق افريقيا من عمق ما بعد الصحراء غادي توجه للشعب المغربي ويتكلم عن المسيرة الخضراء اللي كتمثل الرمز ديال الوحدة الترابية واللي هو اساس ديال العلاقات السياسية وغيرها ما بيننا وبين الدول الافريقيه. وجاهما قال لك في عطله خاصه غادي توجد الشعب المغربي، شكون اللي علاش بغيتو تبخصوا هذا العمل ديال النضال ديال صاحب الجلاله؟ شكون اللي بغي يبخصوا؟ المحيط ديال الملك، اصدقاء ديال الملك، المنعمين اللي كنعم عليهم، المستفيدين من العرش. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بان هادوك هما اللي اصحاب الفتنه، هادوك هما اللي باغيين يخلقوا الفتنه في المغرب. اما الشعب المغربي ما باغيش يخلق الفتنه، الشعب المغربي احترم لاجندا ديال صاحب الجلاله وهو مسافر. الشعب المغربي وما كاينش حكومه في البلاد تظهر بتمدن بعقل بحضاره بالتمييز برزانه بلا عنف، عبر عن سخطه عن الواجب المحيط على جميع المسؤولين باش يعترفوا لهم بحقوقهم. ولكن هادوك الاعداء اللي باقي صاحب الجلاله كيتق فيهم وباقي كيعطيهم وباقي كيحميهم هما سببنا، هما اللي غادي يخلقوا الفتنه، هما اللي باغيين يخلقوا شي نظام اخر ماشي النظام اللي حنا بغينا في المغرب واللي حنايا كنحميوه منذ عقود وهي الملكيه المغربيه. هذا الشيء ما كيتمشاش، لان هذا المحيط ديالك هو اللي خلق البي جي دي، هو اللي خلق البام كبديل، هو اللي خلق بعض الاجهزات وبعض المصالح الاقتصاديه اللي ما كتحلش الازمه ديال المغرب بل كتعمقوا. الحال يا صاحب الجلاله هي حاله الاستثناء. الحال يا صاحب الجلاله تحمل مسؤوليتك وتحل على البرلمان اللي كله مرشي وجميع البلايص مشريين بالفلوس، تحل على الاحزاب السياسيه اللي كترشح صحابين الشكاره
اللي كتشجع في الارتشاء الجو السياسي والعمل السياسي في البلاد. واحد 11 ديال المخاخ عينهم باش يعطيو واحد 3 سنين باش يخدموا المغرب، باش يحلوا المشكله ديال المغرب، باش يجعلوا حد ند الجدليه اللي غاديه بينا الكارثه. انا نقدر نقول لصحابك والمحيط ديالك يوم كورونا ويمكر الله، والله خير الماكرين.